السلام عليكم في هذا الفيديو رايحين نشوفوا نتكلموا على منحه البطاله شروط نتاعها والموعد صبها وكذلك المنصه التي اقرها وزير التشغيل اللي رايحين تدخلوا باش تسجلوا وان شاء الله بتوفيق للجميع اذا كل طالبي الشغل المسجلين لدى مصالح وكاله التشغيل عليكم بالدخول الى عبر المنصه الرقميه منحه.anm.dz نعاود منحه.anm.dz هذه المنحه رايحه تسجلوا فيها وتحجزوا يعني الموعد الرونديفو باش تروحوا للوكاله اذا وهذا المنحه اقرها يعني وزير الاول وستكون ان شاء الله من في في يوم 28 من كل شهر ابتداء من مارس ان شاء الله المقبل اذا اول يعني خلصا تاع البطالين تكون المنحه تكون يوم 28 مارس وكل شهر من 28 تدوها باذن الله تسجيل من منحة البطالة سيتم إلكترونيا يعني تدخلوا للسيت اللي قلت لكم من حبوا اللي قلت لكم أن الشباب راغب في من هذه البطالة بإمكانه تسجيل إلكتروني يعني غير في السيت ما تروحوش للوكالة وهذا السيت غادي يبدأ من 25 فيفري يعني من الجمعة غدا إن شاء الله يبدأ يخدم هذا السيت سجلوا رواحكم أه وان أه سيكون سيكون من مارس المقبل وتكون دائمه طبعا حتى وقتاش تحبس هذه المنحه من هذاك البطال اللي راه يدي المنحه يلقوا له خدمه لاجونس هي اللي تقل الوكاله هي اللي تلقى له خدمه تحبس المنحه ويولي يخدم عادي دونك هذا هذا هو العمل اللي راح يديروا به يعني راه بطال يدي المنحة إلى غاية يقوله عمل وبإذن الله وأنا نفضل العمل خير من هذه شكون هما شروط يجب أن تتوفر في طالبي منحة البطالة أن يكون صاحب الطلب من جنس جنسية جزائرية أن يكون مقيما بالجزائر وأن يبلغ سنه ما بين 19 و 40 سنة كيف و 40 سنة ما عندهاش الحق وبالمقابل أن يكون مسجل كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل دونك هادو هما الشروط يكون جزائري ويكون بين 19 و 40 سنه هادو هما بالنسبه لمبلغ المنحه راه راهم تكلموا ونظن كل على حساب الدبلومات وكذلك حذاري من التزوير قالك في حال اي تصريح كاذب او تزوير من قبل طالب منحه البطاله وهذا بالاستفاده منها فانه يترتب عليه ذلك على ذلك وقف دفع المنحه واسترداد المبالغ المحصله دون وجه حق وهذا طبقا للتشريع والتنظيم يعني ترد كاع اللي ديته ويقلعوك من نتاع البطالين دونك فو وكذلك الاستفاده اذا شكون اللي منها المحبوسين منها وفقا للشروط ويستفيد من هذه المنحه المحبوسين الذين استوفوا مده عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم دونك اللي خرجوا من الحبس وما عندهمش يعني دخل كذلك عندهم الحق باش يدوا هذه المنحه وحنايا نقولوا دائما دائما اللي خدمه احسن له احسن له من هذه المنحه واش راح ندير له واحد متزوج وعنده مليون و300 واش رايحه دير له مع وليداته دونك وكذلك ننهي كاين حاجه اللي ما عندهاش كونت سي سي بي يروح يدير كونت سي سي بي بالشهاده هذيك تاع التسجيل الاوليه اللي عطوها له محينه كطالب عمل بالملحقه المحليه للتشغيل التابعين لها دونك يروح لهذاك ويحل ان كونت سي سي بي بينما المسجلين اللي تلقاو رساله نصيه اس ام اس قالك لك نعلمهم برقم تسجيلهم في الملحقه المحليه لتشغيل. لما كل واحد راه عنده رقم تاعه باش يبقوا يدوا هذه المنحه ان شاء الله من لابوست باذن الله، آه وفقكم ان شاء الله كاع ويا ربي ان شاء الله كاع اللي راه مغبون ربي عليه وان شاء الله كاع تلقوا خدمه، آه قلنا العمل احسن احسن احسن، واحد قاعد ويقعد عندك مليون و300 مليون 300 ما راح يدي له والو، اذا آه عليكم